بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا سؤال متعلق بمادة تحليل أسس تحليل دوائر التيار الكهربائي. خلينا نقرأ السؤال وخلينا نفتهم كيف طريقة الحل. هذا سؤال امتحاني من جامعة بنغلور اللي هي جامعة موجودة في الهند سنة 2021. السؤال بشكل التالي، أنه عندي resistance of 10 ohm، مقاومة مقدارها 10 ohm is connected in series، ربطت بالتوالي، with two resistance مع مقاومتين each of 15 الرينج امبرر. عندي مقاومتين كل مقاومة مقدارها 15 مربوطات على التوازي، ربطت وياهم مقاومة على التوالي مقدارها 10 ohm. ما مقدار what resistance، ما قيمة المقاومة must be shunted across this parallel combination، ما مقدار قيمة المقاومة التي يجب أن تربط بالتوازي مع الكومبينيشن، نقصد بالكومبينيشن من هو التو ريسيستنس المقاومتين المربوطات على التوازي لقيمتهم 15، ما مقدار قيمة المقاومة اللي راح أربطها بالتوازي مع المقاومتين اللي أصلا هن مربوطات بالتوازي، بحيث يكون التيار الكلي المسحوب هو 1.5 أمبير ومقدار قيمة الفولتية 20 فولت. هذا السؤال امتحاني من جامعة بنغلور الهندية. خلينا نشوف شو راح نبدي بالحل. الخطوة رقم واحد حتى أبدي بالحل، يعني هالشكل سؤال ما مطيني الرسمات الدائرة، هو أنه لازم أرسم مخطط للدائرة حتى أقدر أتعامل وياه. فهسا أولا المخطط للدائرة هو راح يكون بالشكل التالي. أنا عندي أصلا مقاومتين مربوطات بالتوازي، هذه المقاومة الأولى وهذه المقاومة الثانية، اللي هي قيمة كل واحدة من عندهم بسؤال مطينيها قيمتها 15 أوم. طيب هذه قيمتها 15 أوم وهذه قيمتها 15 أوم. أوكي. بعدين يقول لي أنه عندي مقاومة مقدارها 10 أوم ربطناها مع هذولي بالتوالي. إذا راح يصير عندي مقاومة مقدارها 10 أوم مربوطة بالتوالي مع هذه المقاومة، مع هذه المقاومتين. أوكي هذه قيمتها 10 أوم. زين السؤال إنه ما مقدار قيمة المقاومة، جاي افترض هنا إنه عندي مقاومة ثالثة، ما مقدار قيمة المقاومة التي يجب أن تربط بالتوازي مع المقاومتين هذولي؟ إذا عندي مقاومة هنا مجهولة، هذه مقاومة اللي هو يريد قيمتها، هذه اللي هي قيمتها R، هذه المقاومة R اللي هي المجهولة. ما مقدار قيمة هذه المقاومة R اللي تربط بالتوازي مع المقاومتين اللي موجوداتها أصلا هنا بالتوازي، بحيث يكون التيار المسحوب من قبل الدائرة 1.5 ومقدار قيمة فولتية المصدر 20؟ يعني راح يكون هنا أنا عندي مصدر فولتية بهذا الشكل، قيمة مصدر الفولتية هو 20 فولت، والتيار المسحوب من الدائرة هو 1.5 أمبير واللي هو يمثل مقدار قيمة التيار الكلي. إذا صارت الدائرة اللي عندي واضحة كمخطط. طبعا الخطأ الكبير اللي أغلب الطلاب أنه يخطئون به أنه ما يعرف يحول صيغة السؤال إلى مخطط يقدر يتعامل وياه بشكل أسهل. طيب فهسه بعد ما أنه صار عندي مخطط، خلي أشوف كيف أنه أنا أقدر أستخرج مقدار قيمة المقاومة. حتى أوجد مقدار قيمة المقاومة قدامي طريقين، يعني لإيجاد قيمة المقاومة، أما يكون عندي، أما أطبق قانون أوم اللي هو انه فرق الجهد على التيار يساوي لمقدار قيمة المقاومة، او انه ايجاد المقاومة بدلالة الطول ومساحة المقطع العرضي وطبيعة المادة عن طريق مقدار قيمة الريزيستيفيتي باعتبار انه انا عندي قانون اصل المقاومة. طيب بما انه القانون الثاني ما مطيني اي ملاحظة او اي معلومة على تتعلق بمقدار قيمة الطول او مساحة المقطع العرضي او طبيعة المادة، فاذا استثني هذا القانون ما راح اقدر استخدمه. اذا الجأ المن الى القانون الاول هو قانون اوم. زين حتى أوجد مقدار قيمة المقاومة لازم يكون عندي مقدار قيمة التيار اللي مر اللي هنا معلوم، ومقدار قيمة الفولتية عبر طرفي هذه المقاومة معلوم. إذا هذا أبحث عن كيفية إيجاد مقدار قيمة التيار ومقدار قيمة الفولتية عبر طرفي المقاومة. طيب هسه أنا راح أبدي أحلل التيار، هذا التيار الكلي المدفوع من قبل المصدر مقداره 1.5 أمبير، هو مطيني إياه بالسؤال، واللي هو يمثل مقدار قيمة الآي توتال التيار الكلي بالدائرة. هذا التيار الكلي راح يتحرك بهذا الشكل، دا يشوف قدامه ثلاث مقاومات مربوطة على التوازي، راح يتفرع التيار، راح أسمي التيار الأول اللي هنا I1، التيار الثاني اللي هنا I2، والتيار اللي مر بالمقاومة R هو I3. وبعدين طبعا راح يرجعون اللي هنا ينجمعون I total ويرجع التيار مانتي بهذا الشكل. طيب زين هبوط الجهد على كل مقاومة هسه عندي،
هذا التيار اللي هو التيار الكلي، بما انه هذه المقاومه مربوطه مع المصدر بالتوالي، اذا هذا التيار الكلي جاي يمر بالمقاومه راح يسبب لي هبوط جهد بهذا الشكل. هذه هي الفولتيه لهذه المقاومه اللي هي قيمتها 10، راح اسميها الفي 1. زين، وهذول بما انه كلهم مربوطين على التوازي، اذا فولتياتهم مساويه راح اسمي الفولتيه اللي عليهم هي كلها في 2. اوكي، فهسه حسب قانون اوم بالنسبه لي، هذه المقاومه مقدار قيمه الفولتيه مالتها، فاقول اذا مقدار قيمه الفولتيه على هذه المقاومه يساوي التيار في مقدار قيمه المقاومه. فاذا هسه من هنا راح يكون عندي مباشر نقول مقدار قيمه الفولتيه مالت البي 1 مقدار قيمه البي 1 تساوي مقدار قيمه التيار اللي هو 1.5 مضروب في مقدار قيمه المقاومه اللي هي 10، وبالتالي 15 فولت. زين، هذا منو؟ هذه المقاومه جاي تسحب 15 فولت. زين، انا فولتيه المصدر الكليه هي اصلا كلها 20، فاذا كانت هذه المقاومه تسحب لي 15، اذا المتبقي وين اللي هو مقداره 5؟ راح يكون على هذا الكومبينيشن، نقصد بهذا التركيب او هذا التشكيل اللي هو كلهم مربوطين على التوازي وفولتياتهم مساويه. اذا مقدار قيمه الفي 2 اقول بما انه الفولتيه الكليه هي تساوي لي مقدار قيمه الفولتيه على المقاومه الاولى زائد الفولتيه على هذا التركيب كله. زين، باعتبار هذا المقاومه مع هذا التشكيل بالتوالي، فالفولتيات تجمع زائد الفي 2. ومن هذه المعادله انه مقدار قيمه الفي 2 تساوي لمقدار قيمه الفي توتال ناقص مقدار قيمه الفي 1. ومن عندها راح يكون عندي مقدار قيمه الفي 2 تساوي لي 20 ناقص 5، وبالنتيجه يساوي لي 5 فولت. اذا صار هنا عندي مقدار قيمه الفي 2 هي 5 فولت، ومقدار قيمه الفي 1 15 فولت. طيب، من حددت مقدار قيمه الفي 1 حسبتها، العفو الفي 2، صار عندي معلومه بما انه هذول بالتوازي، اذا فولتيه كل مقاومه مساوي ومقدارها 5 فولت. طيب، احتاج انه شنو هنا؟ انا لازم بعد اعرف مقدار قيمه التيار، باعتبار صار عندي معلوم مقدار قيمه الفولتيه عبر طرفي هذه المقاومه. زين، فحتى احسب مقدار قيمه المقاومه اقول هي فولتيه على التيار اللي مر بالمقاومه اللي هو اسمه التيار 3. الفولتيه معلومه صارت عندي، لكن احتاج مقدار قيمه التيار اللي مر بهذه المقاومه. من وين اجيب التيار؟ زين، انا اقدر احسب مقدار قيمه الاي 1 باعتبار الفولتيه معلومه. نقول بما انه مقدار قيمه التيار اللي مر بالمقاومه 15 اللي سميتها الاي 1 هو يساوي مقدار قيمه الفولتيه عبر طرفي هذه المقاومه اللي هي قيمتها 5 باعتبار قلنا مربوطين توازي، ف 5 على قيمه المقاومه ال 15 يساوي لي 1 على 3 امبير. اوكي، نفس الكلام مقدار قيمه الاي 2 يساوي مقدار قيمة الفولتية مع هذه المقاومة اللي هو قيمتها 5 باعتبار قلنا ربط توازي مساوي الفولتيات على قيمة المقاومة اللي 15 يساوي لي 1 على 3 أمبير. زين، أحتاج إنه أحسب مقدار قيمة التيار أي 3. زين، هنا أنا عندي الفولتية معلومة لكن مقدار قيمة المقاومة مجهول وأنا أريدها. من وين أطلع هذا قيمة التيار؟ ألجأ أقول بما إنه أنا عندي التيار الكلي معلوم، التيار الكلي اللي هو مقداره 1.5 يوصل لهذه النقطة، هذه تسحب 1 على 3 امبير، وهذه المقاومه تسحب 1 على 3 امبير. زين، اذا التيار اللي مار اللي هنا اللي هو الاي 3 اقول مقدار قيمه الاي 3 يساوي مقدار قيمه التيار الكلي اي توتال ناقص مقدار قيمه الاي 1 ناقص مقدار قيمه الاي 2، ويساوي لي التيار الكلي هو 1.5 ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3. اوكي، زين، ومن عندها راح يكون عندي مقدار قيمة التيار اي 3 يساوي هو عبارة عن مقدار 5 على 6 امبير. زين، هسه ما صار عندي معلوم مقدار قيمة التيار اي 3 وعندي الفولتية معلومة، اذا اقدر استخرج مقدار قيمة المقاومة. فنقول اذا، خلي احلي هنا، اذا مقدار قيمة المقاومة ار تساوي مقدار قيمة الفولتية على مقدار قيمة التيار اي 3 الفولتية اللي هي عبر طرفي المقاومة، وتيارها اللي هو الاي 3، ويساوي لمقدار قيمة الفولتية قلنا 5 على مقدار قيمة التيار اللي هو 5 على 6، والنتيجة راح تكون مساوية إلى 6 أمبير باعتبار أنه راح يكون عندي اختصار، العفو 6 أوم، هذا في اختصار، هذه مقام المقبس، فبالتالي راح تكون عندي مقدار قيمة الآر تساوي 6 أوم، مقدار قيمة الآر تساوي 6 أوم. إذا صار عندي واضح كيفية التحليل والتعامل مع سؤال بهذا الشكل. قلنا النقطة الأساسية أنه اللي أغلب الطلاب تخطأ بها أنه كيفية تحويل نص السؤال
إلى مخطط أقدر أتعامل وياه ويسهل عندي عملية التحليل.